السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهيلة كنغي. اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة وشيروا الفيديو هكذا تعم الفائدة. اذا اليوم راح نتكلم على الخلطة اللي نقدمها انا للفراخ تاع الحسون ابتداء من الاسبوع الثاني. اذا الخلطة هذه وش فيها؟ كما راكم تشاهدوا هنا عندي الحبوب اللي نستعملها يعني المقلي العادي، كما هنا عندي هاد الحبوب من نوع المانيتوبا، نرحيها ونجوزها يعني في الغربال وتولي لي بودرة كما هذه كما راكم تشاهدوا هنا هكذا، باش نقدر يعني نوكلها للفراخ في الأسبوع الثاني ابتداء من الأسبوع الثاني كما راكم تشاهدوا. فيها كذلك عندي هنا حبوب دوار الشمس، هاد الحبوب هذه كذلك نرحيها وترجع بودرة. انا هنا اقتصرت يعني في الفيديو كنت رحيتهم هكذا باش يعني ما يجينيش الفيديو طويل بزاف كما راكم تشاهدوا. هاد الحبوب هذه غنية بالبروتين وفيتامينات اخرى. عندي كذلك الدود القبابي اللي كنت وريت لكم كيفاش نشفوا من قبل في فيديو كنت درته لكم. انا هاد الدود القبابي انا اللي درته، يعني راهو عندكم الفيديو في القناه. كذلك نرحيه بهذه الطريقه يولي بودره كما راكم تشاهدوا. اذا هاد جميع المواد هذه نرجعها بودره. وكذلك يعني على بالكم بلي دود القبابي فيه الفيتامينات اللي يحتاجها الحسون، وكذلك عنده يعني نسبة عالية من البروتين. انا هنا واش راح نستعمل؟ راح نستعمل الافنتيا. انا الافنتيا نشري يعني بالميزان، دوك نوري لكم. اذا راح ناخذ كمية حوالي هكذا ملعقة او نصف ملعقة تاع الافنتيا كما راكم تشاهدوا. ناخذ كذلك ملعقة تاع الحبوب اللي كنت رحيتها، وكذلك نصف ملعقة تاع حبوب دوار الشمس، وكذلك عندي نصف ملعقة حوالي نصف ملعقة كذلك تاع الدود القبابي اللي يكون مرحي. الغرض من كل هذا علاش زدت له الافنتيا؟ باش يعني هذيك الخلطه هذيك تكون شويه شاده روحها. دوك تفهموا علاش انا خدمت بهذه الطريقه، علاش تعرفوا ان يعني الانثى تاع الحسون لما تجي توكل ولادها تاخذ من كل حاجه تاخذ شويه. تنكمل معكم هنا، شوفوا راح ندير الماء المعدني اللي يكون شويه سخون دافي ونخلط. يعني شوفوا الخلطه كيفاش راهي شويه جاريه. اللي يحب يوكل بلا سورينغ يوكل، اللي يحطها في لا سورينغ، ولكن لازم تكون شويه جاريه على هذه تاع لا سورينغ، لان دوك هذه بعد 5 دقائق راح تشوفوا تلاحظوا انها تشد روحها تنشف. انا نفضل نوكل يعني كما ماكين تشوفوني بهذيك الملعقه تاعي. هذيك الملعقه انا نقدر نوكل بها يعني خلاص والفتاح، ولو يعني اني عندي هذيك لاسورينغ، ولكن ما نوكلش بها، نفضل هذه الطريقه هذه. راح تشاهدوا يعني شوفوا كيفاش كان، وشوفوا كيفاش راهو يشد في روحو الخليط. هذه الخلطه هذه تعتبر الاكل اللي تقدموا انت الحسون للفرخ ديالها كيكون في يعني الاسابيع الاولى تاعو. نقدر مع هذا يعني نقدر نزيد كذلك بودور تاع الحريق، نقدر نزيد التفاف اذا كان موجود، نقطعهم يعني صغار يعني نقدمهم. اذا هذه هي الملعقه تاعي، شوفوا انا هذه اللي نوكل بها. شوفوا الاكل كيفاش راه، هذه هي لا كونسيستانس، يعني هذا هو القوام تاعو تاع الاكل اللي نقدم به الاكل للفراخ. هذا هو يعني هذاك الافنتيا اللي حطيته هو اللي طم لي الخلطه. يعني لو كان درت برك هذيك البودور ما كانش راح يتنحكم لي. الافنتيا هو اللي خلاه يتنحكم.
قلت لكم انا الافانتير كيفاش نشري، نشري تاع الميزان، ما نشريش باطا يعني كبيره لاني ما نوكلش بزاف يدويا، غير الا كان عندي مشكل مع كاشئينات ما يحبوش يوكلوا ولا انا اللي راح ندخل. ولكن الكميه اللي نشريها دايما يكون عندي الافنتيار في الدار على طول العام، حتى وان كان عندي طيور مريضه ولا ما يقدروش حتى ياكلوا، انا نعطي لهم لو افنتيار، انا نوكلهم باش يخرجوا من هذيك المرحله تاع المرض هذاك. هاي الكمية شوفوا، وهكذا وبالتالي عندي يعني على العام عندي الافنتيان دايما جديد في الدار يعني بدون مشاكل، حتى ما يتمداليش، نخليه هكذا في الكيس تاعو، يعني نحتفظ به في مكان يكون بعيد على النضاء. عندي كذلك قلت لكم يعني شوفوا حتى هاد حبوب دوار الشمس كنت حطتها في الثلاجة من عام الماضي، لأن درك أنا هاد الحبوب أنا ما لقيتهاش في السوق تتباع، ولكن إذا لقيتوها تقدروا تستعملوها، تستعملوا هذه وإلا تشروا الأخرى، هذيك اللي راهي تتباع بالقشور تاعها ترحيوها وتصفيوها كيما درت في الحبوب. إذا هكذا نروح نجيب إذا الفراخ ديالي اللي راح باش نبدأ نوكلهم أمامكم. اذا هذه هي الفراخ، نظن انكم راكم تلاحظوا ان خليت كذلك هذه الخلطه، هذه خليتها بعد 5 دقائق، يعني شفتوا كيفاش ولات شدها روحها، شوفوا كيفاش نقدر نوكل بها، نقدر نرفدها يعني بكل سهوله، ويعني الفراخ راح تاكلها. اذا هنا راح نبدا نوكل الفراخ تاعي، بسم الله هكذا. ولما نجي نوكل الفراخ ما نوكلهمش حتى يعني يتعمر لو جابو تاعهم، يعني هذاك لو جابو ما لازمش نعمروه حتى يعني الانتا كي تجي توكل ما تقدرش توكل، لا انا هنا راني نعاول في الانتا، راني نمدلها يعني نساعدها في هاد توكيل الفراخ الصغار، يعني راح نعمر القانيصه تاعهم او الحويصله عفوا، نعمرها نصف يعني تاع هذيك المكان اللي لازم يتعمر، نعمرها تقريبا نصف ونخلي النصف الاخر الانثى هي اللي راح تعمر توكلهم بهذه الطريقه. اذا هذه هي الخلطه اللي نستعملها انا في اطعام الفراخ، يعني حتى وان تروحوا تحوسوا يعني كامل على الفوائد تاعها راح تلقاو ان هاد الحبوب هذه هي اللي توكل بهم الانثى، حسون هي اللي راح توكل يعني الفراخ تاعها بهذه الطريقه. وانا لما يزيدوا يكبروا واش راح ندير في الاسبوع، يعني يكون في عمرهم حوالي 15 يوم، يعني يكونوا خرجوا من العش، راح نزيد نوريكم طريقه اخرى ان الدود القبابي ما نعطيه لهمش هكذا ناشف، راح نمده لهم هكذا ياكلوه خضر، نعطيه لهم ياكلوه يعني نوكلهم مع هذه الخلطه هذه، تما ما نديرش هذاك الدود القبابي الناشف ما نديروش في الخلطه، ولكن راح نكتفي فقط بالدود القبابي هكذاك خضر اللي راح نعطيه لهم ياكلوه، وبالتالي لما يكبروا يولوا ياكلوا لي الدود. اذا شوفوا هنا حتى العش اللي قلت لكم عليه، شوفوا شحال راهم، والانثى ما دناتش للخواتم والحمد لله. اذا بهذا ان شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.